أهلا بكم. أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالنهوض بصناعة الأثاث باعتبارها من الصناعات كثيفة العمالة التي تتمتع مصر فيها بميزات تنافسية. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع سوزانا تشاندراسكي الممثل الإقليمي للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لشمال إفريقيا، والتي أكدت المسؤولة الأممية حرص اللجنة الاقتصادية على تقديم كافة أشكال الدعم للنهوض بصناعة الأثاث بمصر والبناء على الجهود والنتائج التي حققتها مصر في هذا القطاع. بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب مع نائب رئيس مجلس إدارة إحدى مجموعات شركات المنتجات الغذائية خطط المجموعة للتوسع بالسوق المصرية. شهد اللقاء التباحث حول أفضل الأنظمة الاستثمارية التي يمكن تنفيذ المشروعات من خلالها لتحقيق أقصى فائدة للاقتصاد المصري. وأشار عبد الوهاب إلى أن المجموعة تخطط لإضافة خطوط إنتاج جديدة باستثمارات تقدر بنحو 26 مليون دولار، وذلك لتعميق تواجدها بقطاع الصناعات الغذائية بمصر، بالإضافة إلى استهداف أسواق خارجية جديدة لتصدير منتجاتها. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما يتردد من أنباء بشأن رفض استقبال شحنة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة للخارج نتيجة مخالفتها لشروط ومعايير السلامة الصحية. أكد المركز الإعلامي جودة وسلامة كافة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة للخارج ومطابقتها للاشتراطات والمعايير الدولية لجودة الصادرات، حيث تخضع للفحص والرقابة من قبل الحجر الزراعي المصري من خلال سحب عينات منها وتحليلها بالمعمل المركزي لمطابقات المبيدات للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المتبعة عالمياً. إلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين وسط تداولات مرتفعة. وارتفع رأس المال السوقي بأكثر من 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 695.314 من 1000 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات، فقد فتح مؤشر اي جي اكس 30 عند مستوى 9996 نقطة، مرتفعا بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 10177 نقطة. كما فتح مؤشر الشركة الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 متساوي الأوزان عند مستوى 2188 نقطة، مرتفعا بنسبة 2.6% ليغلق عند مستوى 2233 نقطة. وفتح مؤشر اي جي اكس 100 متساوي الأوزان عند مستوى 3138 نقطة، ليصعد بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 3204 نقاط. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 19.18 جنيها للشراء و 19.25 جنيها للبيع. اليورو وصل إلى 19.2 19.10. الجنيه الاسترليني 22.3 22.12. الدرهم الإماراتي 25.25 24. أخيرا الريال السعودي 25.12. في أسواق المعادن النفيسة، استقرت أسعار الذهب العالمية لتسجل 1711 دولارا للأوقية. محليا، وصل عيار 18 إلى 953 جنيها للجرام. عيار 21 وصل إلى 1110 جنيهات للجرام. عيار 24 وصل إلى 1225 جنيها للجرام. أخيرا الجنيه الذهب وصل إلى 8880 جنيها. في أسواق البترول العالمية، ارتفعت العقود الأجل الخام القياس العالمي مزيج برنت بنسبة 4.6% مسجلة 96.80 دولارا للبرميل.
كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.84% مسجلا 90.19 دولارا للبرميل. كذلك ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 4.39% لتصل إلى 73% دولارات للتر. وارتفعت كذلك أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 67% لتسجل 85% دولارات لكل مليون وحدة حرارية. وافقت أوبك بلس التي تضم الدول الأعضاء بمنظمة أوبك وحلفاء بمقدمتين روسيا على خفض إنتاج النفط قليلاً لتعزيز الأسعار التي تراجعت بسبب المخاوف من التباطؤ الاقتصادي. في غضون ذلك قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن موسكو قررت تعديل حصصها لإنتاج النفط وسط توقعات انخفاض الناتج الاقتصادي العالمي. نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة من جديد إلى هبة ومحمد، إليكم. شكرا لك رغدة.